ولمزيد من المعلومات حول المشهد السياسي ينضم معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي الدكتور غازي الفيصل. أهلا بك دكتور غازي. يا مرحبا وسهلا وتحية جنابك الكريم ولمشاهدي فضائية الوطن. أهلا بك، تحياتي لك. بداية، هل تجد المخاوف المطروحة من تعذر إجراء الانتخابات حقيقية؟ وهل هناك مخاوف من التزوير أو دعوات للمقاطعة في حال استمر الوضع على ما هو عليه؟ تفضل. نعم، شكرا. أنا أعتقد المخاوف موجودة والمخاوف مشروعة. نعم، تماما، لأن التجربة السابقة يعني بعد 2005 باستفتاء الدستور أو بالوزارة الأولى في 2006 وحتى يومنا هذا وحتى في 2018 كان هناك تقرير بانتقادات واسعة من قبل يانغو بيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أمام مجلس الأمن الدولي، ولمرتين تحدث فيها عن انتهاكات خطيرة، سواء بالتزوير، سواء باستخدام التهديد بالسلاح لإجبار الناخبين على التصويت إلى هذه الجهة أو تلك، سواء بشراء الأصوات، تزوير أو إضافة صناديق يعني أصلا مزورة لبطاقات الانتخابات اللي كانت موجودة. نعم. إذا هناك ما يشوب هذه الانتخابات من انتقادات كبيرة جدا، ضيف إليها شراء المناصب في مجلس النواب، في الوزارات، مناصب الوزراء وغيرها من التفاصيل اليوم اللي هي معروفة ومكشوفة للرأي العام ومطروحة، وحتى في مجلس النواب قبل انعقاد هذه الدورة الجديدة في 2018 مجلس النواب السابق تحدثوا عن فضائح وفضائح أيضا حول إجراءات وعمل وفساد وتزوير وشراء وغيرها من التفاصيل. اليوم أيضا الرأي العام في العراق، الشباب المنتفض من البصرة، البغداد، الناصرية، سليمانية، كربلاء، النجف، الكوت، الحلة، بغداد، غيرها من المدن، هناك استياء كبير وهناك شكوك أيضا أن هذه القوى السياسية اللي تمتلك المال السياسي، استمرار الفساد المالي والسياسي والإداري، استمرار هذه الطبقة وإصرارها بالاستحواذ على السلطة التشريعية القادمة وبالتالي على الحكومة القادمة، عدم إحالة طبقة الفاسدين خصوصا القيادات الكبيرة إلى القضاء من أجل إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وغيرها، انتهاكات حقوق الإنسان خطيرة، انعدام الحقوق الديمقراطية، اغتيال الناس الشباب، يعني احنا نعم. كيف نروح إلى انتخابات ديمقراطية حقيقية في الوقت اللي هناك مافيات لاغتيال الشباب في البصرة، في الناصرية، في النجف، في كربلاء، في العمارة، في بغداد، في غيرها، كتاب، صحفيين، روائيين، سياسيين، نشطاء، حقوق إنسان. هذا الوضع لا يعطي للناخب العراقي فرصة للاطمئنان أو للثقة من أن الانتخابات القادمة ستكون انتخابات نزيهة، شفافة، آمنة، عدم وجود تزوير. والمهم من كل هذا يعني احنا ليش نروح إلى الانتخابات المبكرة؟ الهدف الأساسي هو إزاحة هذه الطبقة السياسية اللي عليها مؤشرات الفساد. وأشار السيد رئيس الجمهورية قبل أيام نعم. في حديث إلى مهم حول التريليون دولار اللي بعثرت، وحول 150 مليار دولار اللي هربت للخارج، وغيرها من الأرقام المخيفة من البنك الدولي، أكثر من 300 مليار دولار طيب. هربت التصريف بالبنك المركزي وإلى آخره. إذن الشعب يريد التغيير. نعم، يعني الحكومة العراقية دعت في شهر مايو الماضي 54 سفارة أجنبية للإشراف على الانتخابات، هل ستكون برأيك رقابة منفصلة؟ وما الذي ستقدمه الأمم المتحدة تحديدا للانتخابات العراقية؟ نعم، شكرا. الرقابة مهمة، يعني هناك جدل أن الإشراف تدخل في الشؤون السيادية، الإشراف لا يجوز للأمم المتحدة، لكن الرقابة ممكنة. أنا أتذكر حتى مرجعية النجف الأشرف تحدثت عن إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات. نعم. على أي حال ما نريد ندخل في تأويلات وتحليلات وتفكيك مضمون إشراف أم رقابة.
الهدف من الرقابة، إذا نروح للرقابة، هو ضمان شفافية، نزاهات، عدم التدخل، حماية المرشحين للانتخابات. يعني قبل أيام قتل المشهداني في الطارمية، يعني ومحاولة لاغتيال اثنين أمس في الأنبار. إذا اغتيال المرشحين هذه جريمة كبرى، وأيضا تأشيرنا مؤشر على عدم وجود ضمانات أمنية للمرشحين، أيضا عدم وجود ضمانات أمنية للناخبين. يعني الناخب اليوم من يروح إلى صندوق الاقتراع ممكن يتعرض إلى ضغوط كثيرة جدا. وأذكر بتقرير يانغوبيتش والفضائح الكبرى اللي أشار إلى أمام مجلس الأمن الدولي في 2018، وأيضا الإشارات والتوضيحات لبلاسخارت حول موضوع الانتخابات والرقابة والشفافية. إذا اليوم نحن نحتاج فعلا إلى رقابة للأمم المتحدة، رقابة للاتحاد الأوروبي، رقابة لمنظمات المجتمع المدني، رقابة من منظمات حقوق الإنسان. وهذه الرقابة لا تعد تدخل بالشؤون السيادية للعراق. يعني سبق أن أشرفت أو راقبت الأمم المتحدة على الانتخابات في أكثر من 100 دولة في العالم، تقدم دعم لوجستي، معلومات، تكنولوجيا إلى آخره، خبراء. برأيك، أنت تحدثت عن يعني حاجة الانتخابات العراقية لوجود منظمات دولية مشرفة عليها، في حال لم ترقى نتائج الانتخابات القادمة للشارع العراقي، كيف سيكون موقف الأمم المتحدة؟ يعني هل سيفقد الشارع العراقي ما تبقى لديه من ثقة بالمنظمات الأممية برأيك أنت؟ يعني أنا أعتقد أن الأمم المتحدة، المنظمات الدولية، وأرد أقول مثلا كلمة يانغوبيتش أشر، أنا ما أرد أعيد أذكر ما تحدث به، لأنه موجود مظاهر خطيرة. إذا الأمم المتحدة بإمكانها أن تأشر الانتهاكات إذا ما حصلت في الانتخابات القادمة، وإذا حصلت انتهاكات خطيرة بمعنى تنتهك شرعية ودستورية، بمعنى الشرعية السياسية والشرعية الدستورية للسلطة التشريعية القادمة، وبالتالي تنتهك الشرعية السياسية والدستورية لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الوزراء. إذا حنكون أمام حلين، أما الأمم المتحدة أو الجهات الرقابية لا تعترف بنتائج هذا الانتخابات على اعتبار أن هناك تزوير وإلى غيره. دكتور غازي، أعتذر لضيق الوقت، سأنتقل إلى ملف آخر وهو ملف التعديل الوزاري المرتقب. يعني تضاربت آراء الكتل حول يعني ما سبب هذا التضارب رغم الاتفاق على سوء الأداء الحكومي. يعني يبدو من التصريحات اللي شفتها قبل قليل على قناتكم خلال نشرة الأخبار هذه أن هناك تناقضات سياسية، وهناك يعني صراع سياسي في البلد، هناك تنافس، هناك من يريد إبقاء الأوضاع كما هي لأسباب تخص شيطنة حكومة الكاظمي، كما أشار السيد الكاظمي قبل أيام أن هناك من يحاول شيطنة شخصية الكاظمي على سبيل المثال، أيضا أظهار أن هذه الحكومة فاشلة، حتى الشعب عندما يروح للانتخابات لا يصوت للشخصيات اللي لعبت دور فاسد أو فاشل في هذه الحكومة. التغيير أكيد سيقود إلى التجديد، التغيير أكيد سيعالج مظاهر خطيرة وخاطئة في هذه الحكومة. بالعكس، التغيير ضمن إطار الدستور والقوانين واللوائح هدفه إجراء إصلاحات، الاستمرار ببذل جهود حقيقية بناء من الآن وحتى الانتخابات إذا ما حصلت إن شاء الله. إذا التغيير هو لمصلحة التيار الإصلاحي، مصلحة التيار الديمقراطي لبناء دولة مدنية. إبقاء الأوضاع كما هي كارثية على سبيل المثال، أنا ما أعرف بالتفاصيل شنو الأسباب وشنو العوامل اللي تدفع باتجاه هذا التغيير، لكن بالتأكيد هناك أسباب موضوعية جدية وطنية تدفع باتجاه إجراء هذا التغيير الوزاري من أجل استكمال البرنامج الانتقالي لوزارة السيد الكاظمي نحو انتخابات مبكرة تضمن شفافية، نزاهة وديمقراطية. المحلل السياسي الدكتور غازي فيصل، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، شكرا لانضمامك إلينا.